بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. زي المعتاد، كل بعد كل حفلة بننزل تقرير للمشاهدات اللي بتتم علشان نقدر نعرف المشاهدات تمت ازاي، والأخوات ويعرفهم ان المشاهدات بتتم بطريقة صحيحة. نيجي نشوف، تم اختيار امبارح حفل يوم الثلاث 27/4، تم اختيار لأول مرة 33 قناة، 33 قناة تم الاختيار. طبعا اخترنا مين بسرعة كده؟ الأسماء طبعا أنا صورتها وحطيتها على المنتدى، العم محمد والأخوات محتوى متعدد، ويلا نرضي ربنا، وخواطر السلطانة وبهار ونوجة وحسين العتابي ومحمود الكينج وأمنية شو ومنى شو ومنى شو أيضا وأبو سالم وأم سالم وشاهد وفهم ومنوعات مرمر ومي مشالي وعبد الله الأشقر ويوميات روني وكيم وست الستات أم مالك وياسمين الشام و أيضا معانا سحر أحمد ومعانا أم مكة ومليكة ومعانا جربها تراي إت ومعانا أم أيوب وتعليم الرياضة مع مصطفى ويوسف ووصفة وطبخة وأم زكريا وربيع وتفنن الحياة مع آية وسامة الصافي ومريم وأم حسام. دول 33 قناة. نبص كده بسرعة على المشاهدات عشان ما نضيعش وقت. هنا يلا نرضي ربنا، اهوت الفيديوهات علامة التشغيل بتلف ورا بعضها. بعد كده معانا ياسمين الشام، بعد كده معانا يوميات خواطر السلطانة، بعد كده معانا منى شو، بعد كده معانا العم محمد، بعد كده معانا أمنية شوب، بعد كده معانا سحر أحمد، تمام. بعد كده يوميات أنا وعائلتي في الغربة اللي هو أبو سالم، بعد كده معانا مين؟ يوسف وورلد، معانا بعد كده أم أيوب، بعد كده معانا عبد الله الأشقر، بعد كده معانا تعلم الرياضة مع مصطفى، بعد كده معانا ست الستات أم مالك، معانا بعد كده مين؟ مطبخ أم سالم، ومعانا مطبخ أم مكة ومليكة، أم مكة ومليكة. ده كده على الكمبيوتر. نوقف بقى كده وإيه ونكمل على الكمبيوتر التاني. نكمل معانا هنا سما الصافي، معانا قناة حسين العتابي، معانا قناة جربها تراي إت، معانا أيضا قناة يوميات روني، معانا أيضا قناة ربيع أخونا ربيع، معانا أيضا كل يوم جديد مع نوجة. شوف كده علامة الدوران ورا بعضها، أيوة لازم العلامة دي كل مرة لازم نتأكد منها لازم. بعد كده معانا مين؟ معانا مي مشالي، بعد كده معانا مين؟ وصفة وطبخة مع أم أنس، بعد كده معانا مين؟ منوعات مرمر، ونتأكد برضو إن السهمين بيلفوا ورا بعض، ده مهم جدا عشان انتوا عندكم حفلات بتبقى علامة السهم اللي بتلف تحت. ده كده على المتصفح ده على كمبيوتر.
نوقف ونكمل على كمبيوتر تاني. نكمل معانا القناة الأخوات محتوى متعدد، معانا أيضا مريم ستار. مريم ستار هي مريم الفيديوهات بتاعتها كلها بتقلب ورا بعضيها. بعد كده معانا أيضا يوميات أم حسام، معانا أيضا بعد كده مخمار مغربي دي تبع مين؟ أم زكريا، نتأكد إن السهمين بيلف ورا بعض، دول مهمين جدا السهمين دول علشان لو الفيديو خلص يقلب على الفيديو اللي بعده. ومعانا بعد كده أيضا بهار، بهار للكروشيه، وهنا نتأكد إن هنا أيضا السهمين هنا كده بيلف ورا بعض. تمام، دي قناة بهار للكروشيه. طيب معانا بعد كده عم يفتح بس عشان ده تحميل كبير طبعا، وهنا أول مرة اختيار 33 قناة. هنا محمد محمود الكينج، معانا ده محمود الكينج. تمام، معانا أيضا كيم، كيم لاف، كيم لاف. معانا أيضا قناة تفنن الحياة للحياة مع آية، تفنن الحياة للحياة مع آية. ومعانا أيضا القناة الأخيرة لمين؟ شوفها كده، هتكون ده قناة مين لسه؟ طبعا لو في اعلان او قنوات مفعله، الاعلان بيشاهد بتلقائيه جدا، ده شاهد وافهم ابو زياد، مع ابو زياد. ده كده تقرير، تقرير يا جماعه عن المشاهدات اللي بتتم بطريقه مباشره على الاجهزه، بثلاث اجهزه كمبيوترات. وايضا لاول مره تم اختيار 33 بيت. طبعا احنا كنا بنختار 10 ثم خليناهم 20، وكان علشان حبيبي علوش زارنا امبارح في اللايف فاخترنا 30 وزيد ده كمان 3، يبقى 33 قناة، 33 قناة تم اختيارها. عاوز اقول للقنوات الصغيرة لازم تقفوا مع بعض، لازم تقفوا مع بعض مهما يحصل، مهما يحصل من تحديات عليكم لازم تقفوا مع بعض. برجاء كمان اما الرابط ينزل، رابط تنزل، كله ينزل يتفاعل مع الرابط. اعتبر ان الرابط النازل ده بتاعك، بتاعك وتفاعل معاه. وبنقول ان الحفل بتاعنا ان شاء الله بيكون الساعة 11، وهو هنكون ايدينا في ايدين بعض علشان نثبت لكل القنوات الكبيرة ان احنا قادرين على اننا نقف مع بعض ونكبر بعض. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم صالح للرياضيات.